يا ابو خضير، عضو مجلس اداره نادي الهلال، بدايه ارحب بك عبد السعودية الرياضيه. اتكلم معك تحديدا عن هذا الملعب واخر تجهيزاته، انه نشاهد بهذه الصوره الجميله حاليا. اشكر لك اخوي واتشرف بوجودي معك في برنامج الملعب. وبالنسبه للملعب، ملعب نادي الهلال طبعا تم العمل فيه ابتداء من شهر جولاي. طبعا هو مش اعاده زراعه، طبعا اللي يطلع في الاعلام انه اعاده زراعه، لا، هو انشاء جديد. احنا حفرنا يعني تقريبا حوالي 60 سنتي، وغيرنا كل مجاري الصرف المويه الزايده، وعملنا درينات، يعني انشاء كامل متكامل جديد. طبعا استخدمنا يعني شركه اماراتيه من افضل الشركات الموجوده في المنطقه لعمل الارضيات الملاعب، ولهم خبره في الملاعب في قطر وفي ابو ظبي. والحقيقه يعني بعد ما خلصنا وشفنا الانجاز اللي صار، يعني مفخره الحقيقه، مبسوطين مره. اللعيبه اهم شيء كان رد فعل اللعيبه في اول يوم، كان رد فعل ممتاز جدا. يعني ارضيه اول مره تصير في المملكه، طبعا استخدمت فيها اشياء تكنولوجيه جديده اول مره تصير في السعوديه. الالات اللي استخدمناها، كان في اله الليزر اللي هي تعمل الفرد التربه بالتساوي، طبعا تحديد القياس كان بالليزر مش بالخيط يعني بالطريقه القديمه، وهذه لاول مره تصير في السعوديه تحديد الليزر. الحقيقه تفضل. جميل. اتكلم معك تحديدا الغاء المضمار، وضع المدرجات، الشكل، الديكورات تغيرت بشكل كبير. طبعا التوسعه يعني سببها ان المضمار القديم كان مهترئ للغايه وغير قابل للاصلاح. يعني اما كان ناخذ القرار نوسع الملعب علشان يكون عندنا الفريق الاولمبي والفريق الاول نتمرن في نفس الوقت او في اوقات مختلفه، وعلشان الصيانه حقت الملعب ما يهترئ الملعب بعد فتره، فيقسم الملعب، تقام التمارين على ثلاث اجزاء من الملعب. الان الملعب صارت مساحته 16500 متر مربع، في السابق كان 8500. فاذا الان صار عندك مساحه ملعبين رسميه او ثلاث ملاعب للتمارين، فهذه الفائده منه كان يعني القرار اللي اتخذ فيه.